تم حفل إطلاق الوصفة الطبية الموحدة برعاية وحضور رئيس الحكومة تمام سلام ووزيري الصحة والعمل وائل أبو فاعور وسجعان قزة وحشد من المسؤولين والمعنيين. هو حدث وطني كبير في وسط حالة من شغلان البال ومن اليأس نحتاج فيها إلى إنجازات من هذا النوع، لأننا نريد أن نثابر في المضي في عملية إصلاح بلدنا ووطننا. وأخيراً تنتصر الدولة للمواطن، للفقير، للمريض، وأخيراً تنتصر الدولة لنفسها. على مدى 5 سنوات منذ إقرار القانون، قانون الوصفة الطبية الموحدة، بالحد الأدنى الوصفة الطبية الموحدة سوف تدخل تخفيض 20% على فاتورة الدواء، 20% على 1.2 مليار و300 مليون على مدى 5 سنوات، في حساب بسيط نتجاوز 1 مليار من التوفير، من معاناة المواطن، من جيب المواطن، ومن ميزانية الدولة. نحن بحاجة إلى وصفة طبية للسياسيين لكي ينقذوا لبنان. أما الوصفة الطبية الموحدة التي هي اليوم موضوع إطلاقها فأتت بمبادرة من أكثر من طرف. تساهم الوصفة في خفض فاتورة الدواء ما بين 30 إلى 50% على خزينة الدولة وعلى جيب المواطن أيضا. نرى أن دور الصيدلي أساسي في المنظومة الصحية وفي رعاية صحة المريض وبإدارة علاجه، وهذا الأمر لا يمكن أن يتوفر إذا لم يعطى هذا الصيدلي حقه في عيش كريم وظل مهددا تارة من قبل بعض التجار وتارة من قبل بعض الشركات التي تحاول أن تتلاعب على القانون من توجيه وبيع مباشر، وهذا كله يعود بالضرر على صحة المريض. أن يتم تطبيق الوصفة المطبوعة سابقا والتي التزمنا بطباعتها بناء للقرار المشترك حتى نفادي الكمية، وقد يستغرق ذلك سنة على الأكثر. لآلية التطبيق دور بذات الأهمية، وإلا سيبقى القانون حبرا على ورق دون فعالية، أو ربما يعطي النتيجة عكسية المبتغى به منه، وهذا ما حصل لزملائنا في نقابة أطباء الشمال الذين سارعوا طباعة الوصفة وتطبيق استعمالها تبعاً للقانون، فاصطدموا بإشكالية التطبيق. وأكد المشاركون أن البطاقة ستدخل حيز التنفيذ وسيجري تطبيق الوصفة الطبية الموحدة بكل جدية.